أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، ونبدأه ببلاغ لوزارة الداخلية أكدت فيه خبر اختطاف رضيع من قبل امرأتين من مستشفى الأطفال بباب سعدون كانت تداولته مواقع إخبارية. ودعت الوزارة في بلاغ لها اليوم من لديه معلومات بخصوص الرضيع الذي يدعى محمد عليعون وهوية مختطفيه الاتصال فورا بالأرقام التالية 71-341-666 أو 197 أو 193، أو أن يتقدم مباشرة إلى مقر الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية الكائنة بشارع 9 أفريل بالعاصمة، أو إلى أقرب مركز أمن أو حرس وطني. وبخصوص أوصاف المرأتين، حسب ما أكدته وزارة الداخلية فإن الأولى سنها يتراوح بين 30 و40 سنة، ترتدي لباسا رياضيا وسروالا ورديا وجمازة وردية مخططة بالأبيض، وتحمل على رأسها وشاحا أسود اللون. أما المرأة الثانية فسنها بين 45 و50 سنة، ترتدي جلبابا ووشاحا أسود اللون.